لو ما كنتش لاعب طايره يا كابتن محمد كنت بقيت ايه؟ لاعب كوره، لاعب كوره؟ بموت في الكوره. اه والله طب ليه ما دخلتش كلاعب كوره؟ ليه ما البركه فين يا اخويا؟ بقى هو اللي صمم ان انا العب فولي يعني. كابتن هاني وصلحي المدير الفني البتروجيت اللي هزمكم، كانت ايه اسباب الهزيمه؟ عدم يعني احنا لعبناهم في الدور التمهيدي رايح جاي، كسبناهم 3-0. يعني الناس افتكرت ان الماتش سهل شويه، لكن هو عامل فرقه محترمه جدا في بتروجيت، ولاد صغيرين، وزي ما قلت لك برضو احنا مدين لهم 3 لعيبه اعاره، فلعبوا ماتش كويس جدا بصراحه وكسبوا. ايه اتكلمتوا بعد الهزيمه في حاجه؟ طبعا هو كان بيقول لي انا مش عارف يعني افرح ولا اعيط ولا ازعل ولا ايه، لان هو طبعا هاني برضو اهلاوي جدا. لكن قلت له طبعا تفرح، انت عملت فرقه ومحترمه وماشي كويس قوي في الدوري يعني، وقدرت تنجح يعني. هو بينجح الحمد لله. الحمد لله. عايزه اتكلم، انت طبعا انت مشجع اهلاوي من صغرك انا عارفه، ويعني بس لو كنا بنتكلم كمان على لما النهارده بنشوف انتقادات شويه جدا برضو بتوجه مش لكابتن محمد مصالحي بس، لان انا حاسه الموضوع دوت مأثر عليك شويه، ويمكن عبد الله عمل ستريس عليه يعني. انتقادات عنيفه شويه. بتتعامل معاها ازاي؟ ولما بتشوفها في الكوره بتحمد ربنا ان انت لعبت في الفولي بول، لان الموضوع يعني يمكن في كره القدم اكبر شويه؟ بصراحه يعني هي يعني في ساعات بتبقى زياده عن اللزوم، يعني اللعيب مش ممكن ابدا او المدرب مش ممكن ابدا يتمنى ان هو يخسر او يعني او ان هو يؤدي ماتش سيء، يعني بترجع توفيق يعني. يعني انا مثلا مروان محسن يعني من الناس اللي بيصعبوا عليا جدا في السوشيال ميديا بالكلام، يعني في انتقادات عنيفه جدا عليه. لما الواحد برضو بيبقى فيه تجاوز، لان انا يعني الناس كلها دلوقتي بتشوف السوشيال ميديا وفيسبوك بالذات. طب انا مراتي لما تشوف الكلام دوت، بنتي، ابني، امي لما تشوف الكلام ده، يعني انا بحرج منه يعني. فهو ده اللي بيصعب عليا. لكن انتقد ادائي في الماتش، ده حق اصيل لكل مشجع، لكل انتقد ان انا ما عملتش كده على عيني وعلى راسي. لكن توصل لحد الاهانه، لا، ده ان انا بيصعب عليا يعني. لا دلوقتي بتحمد ربنا انك ما لعبتش كوره ولا لا؟ برضو كنت تفضل انت كنت الحمد لله كل واحد بياخد نصيبه يعني، الحمد لله يعني. انا راضي باللي انا فيه. لا رد عليا، مش رد دبلوماسي، جاوبني. لا الكوره طبعا حاجه ثانيه خالص. الكوره طبعا حاجه، خصوصا النادي الاهلي يعني، خصوصا الكوره في النادي، منظومه الكوره في النادي الاهلي حاجه يعني تتجه شويه لاوروبا يعني، حاجه منظمه محترمه جدا، كله بيشيد بيها بإدارتها بلعبتها بكل حاجه يعني. الواحد اتمنى طبعا ان هو كان يبقى لاعب كوره. ال 100 ماتش اللي عايز اتكلم عنه، طبعا انتوا حققتوا ارقام قياسيه جدا في اللعبه دي، طايره رجال الاهلي. بنتكلم مش مسابقه دوري بس، بنتكلم دوري وكاس وافريقيا كله، وفي طريقكم ان شاء الله ان انتوا تسجلوها في موسوعه جانس. عايزاك تكلمني عن الرقم القياسي ده وازاي اتعمل على مدار التاريخ ده، مدار مشوار طويل. بصراحه انا ما كنتش بعيد، لكن الاولاد في السوشيال ميديا برضو، دي مميزات من مميزات السوشيال ميديا، الاولاد في الصفحات المختلفه بتاعت العاب صالات هم اللي ابتدوا يعدوا الماتشات دي. والله فعلا. وعملوا ده، هم كمان هقول لك مفاجاه، ان هم امبارح احنا فرقه الفولي اكتر فرقه متوجه في العالم كله ببطولات. انا عارف في العالم كله 80 بطوله، واكتر فرقه متواجده ببطولات قاريه هي فرقه النادي الاهلي 20 بطوله، والفرقه اللي تحتيكوا تقريبا يعني حاجه و70 او يعني. فهم الاولاد دول هم اللي بيجيبوا وبيتابعوا الكلام ده كله. فال 100 ماتش هم تابعوها، ووصلنا لغايه بطوله افريقيا او خلصنا لغايه 84 ماتش. فابتدينا السنه اللي فاتت من 84 ماتش، المنتخب خد 10 من عندي، فاضطريت العب بالناشئين، اللي هم بيقولوا ان انا ما بطلعش ناشئين، ابتديت العب الدور التمهيدي كاملا بالناشئين. وكملنا ال 100 ماتش بالناشئين. كملنا ال 100 ماتش ووصلنا لغايه 102 بدون خساره. الحمد لله بدون خساره، لغايه بقى ما الفرقه رجعت. كان طبعا كان ممكن الرقم ده يتكسر لو قدر الله، لو خسرت اي ماتش في ماتشات الدور التمهيدي بتاع السنه اللي فاتت. لكن الحمد لله كملنا بالولاد الصغيرين لغايه لما الفرقه جت، وكملنا لغايه 102 ماتش بدون ما شاء هزيمة. الله ما شاء الله. ده مش بالصدفه، انا دايما اقولك دي كلمتي دايما، اكيد في جهد، اكيد في التزام، اكيد في دعم كمان من مجلس اداره بيعي تماما جدا ان النادي الاهلي مش بس كره القدم، لا جميع اللعبات، سواء اللعبات الفرديه الجماعيه، هو الدعم اللي بيقدم في كره القدم بيقدم ايضا في جميع لعبات. كابتن محمد لا في الفولي بول فرق ازاي بقى دعم مجلس الاداره؟
اولا ما فيش حاجه بتيجي بالصدفه، كله بالتعب والمجهود والحمد لله الفرقه بتتعب جدا، بتتمرن صبح وبعد الدور. انا مش يعني في صور كتير جدا الولاد بيناموا في اوضه اللبس ما بين التمرينين، وبنتجمع مع بعض ونتغدى مع بعض وبنروح التمرين مع بعض، فكل الكلام دوت بيجي مش ببحث صدفه ابدا، يعني بمجهود وبعرق وبالتزام كبير جدا، مسؤوليه كبيره جدا. والولاد عارفين كويس قوي هم بيلعبوا في النادي الاهلي يعني مسؤوليه. بالنسبه لدعم المجلس الاداره الحمد لله من ساعه لما اتعينت يعني الحمد لله مجالس الادارات سواء كان المجلس السابق او المجلس الحالي ما بخلوش علينا باي حاجه خالص. كابتن محمود الخطيب ومجلسه جبنا كميه اجهزه كبيره جدا، جبنا معدات كتيره جدا للتدريب، اجهزه حديثه جدا، كل المطلوب حاجه بمنتهى الامانه ما فيش تتوفر تماما. طبعا انا كلامي كله مع مدير النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر، بطلب منه هو بيعرض على مجلس الاداره او المكتب التنفيذي، المكتب التنفيذي بيوافق. يعني بقول لحضرتك ما فيش اي جهاز او اي حاجه الا ما تم توفيرها لفرقه الفولي، لعيبه اجانب على طول، محترفين بيجوا اخرها مثلا كرازيمير اللي جاي ده جه في اسبوعين. قدمت ورقه فعلا لان كان في اثنين عندي مصابين، عبد الحليم عيب وعبد الرحمن سعودي، الاثنين كانوا مصابين يعني اضطريت ان انا بلعب باثنين بس في مركز، يعني هما الاثنين دول بيلعبوا في مركز واحد، فاضطريت ان انا اطلب من الكابتن رؤوف محترف جه في اسبوعين بالظبط. انت اللي بتختاره كابتن محمد؟ اه طبعا انت اللي بتختار. انا اللي بختاره طبعا. فالمجلس بمنتهى الامانه بيوفر كل حاجه انا طلبتها منه يعني الحمد لله.